مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بالحلقة الأولى من العشر حقائق. ضيفنا اليوم أحمد أبو الرب. أحمد أبو الرب الشخصية المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات الانتقاد، فتمكن من جمع أكثر من 2 مليون مشترك على يوتيوب وما يقارب 190 مليون مشاهدة كمجموع مشاهدات فيديوهاته، وحصد ما يقارب 900 ألف متابع على انستغرام بنشره ل 72 بوست فقط. فآخر صورة نزلها كانت هذه الصورة بمناسبة تخطيه لحاجز 2 مليون مشترك على يوتيوب، وكتب اليوم وصلنا 2 مليون مشترك. أحمد أردني الجنسية ولكن ولد بدبي وعاش بالإمارات طول حياته. معروف أحمد بمحتوى الانتقاد على يوتيوب، فاختار هذا المحتوى لأنه كان بيحب يحضره، الشيء اللي خلاه يعتمده بقناته. فرغم أنه أحمد بينتقد، فما بيحب الانتقاد اللي يكون خارج عن حقد أو كره أو تجريح، ولكن إذا كان ساخر ومزح فبالعكس بيعجبه. فمو بس الانتقادات الجارحة اللي بتزعج أحمد بالسوشيال ميديا، فأكثر شيء بيزعجه هو النفاق والناس اللي تصير أصحاب لغرض الأرقام والمصالح والاستغلال. أحمد بيفضل يوتيوب على انستغرام لأنه بنظره خرافي، وكان حلمه من زمان أنه يصير يوتيوبر. شهرة أحمد على يوتيوب إجت كتير بسرعة، ولكن بعد تعب كتير كبير للوصول لما هو عليه الآن، حيث نزل عدد كبير من المقاطع بدون مشاهدات لحد ما نمت قناته وصار معاليه الآن. لأحمد أخ أصغر منه اسمه عمر، وهو كمان يوتيوبر جديد بالساحة، ينزل مقاطع على يوتيوب ولكن شوي غريبة، فأغربها يسمع أغنية نور ستارز لعشر ساعات متواصلة، عديت للمية ألف بقعدة واحدة لمدة 24 ساعة، وتجربة حرق الأشياء. فهل يدعم أحمد أخوه؟ يفضل أحمد عدم دعمه حاليا لحتى يتعلم المجال أكثر ولحاله، ولحتى يقدر يحافظ على المتابعين. حذف أحمد أبو الرب أكثر من 100 فيديو من قناته، فالسبب اللي يخليه يحذف الفيديوهات هو إذا ما نالت إعجابه وحسها مملة، أو على قولته إذا حسها بيض. يتساءل عدد كبير من المتابعين عن ليش أحمد ما يحكي عن أهله نهائيا. أهل أحمد عايشين بالإمارات وهم سند كبير لإله، وما حكى عنهم لأنه ما إجت الفرصة لذلك بفيديوهاته. ناجي القاق هو أكثر يوتيوبر مقرب بالنسبة لأحمد، فصوروا مع بعض عدد كبير من الفيديوهات، أشهرها سلسلة لعبة ماينكرافت اللي يطلبها المتابعين وبكثرة. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة. إذا عجبتكم ضغطوا على زر اللايك واشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول، وانتظروا الحلقة الجاية اللي رح تكون مع ياسمين تي في.